فرنسا تقرر إغلاق سفاراتها وقنصلياتها وبعض مدارسها في 20 دولة في العالم تحسبا لاندلاع احتجاجات ضدها عقب نشر مجلة فرنسية رسوما كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. القنصلية الفرنسية في القاهرة تعلن عن إغلاق المدارس والمراكز الثقافية ابتداء من اليوم، فيما ستغلق السفارة الفرنسية أبوابها غدا بكل من العاصمة الأندونيسية جاكرتا والعاصمة تونس. المجلس الفرنسي الإسلامي يتهم المجلة الفرنسية بمعاداة الإسلام. المجلس يدعو مسلمي فرنسا إلى عدم الاستسلام لمثل هذه الاستفزازات. إنه استفزاز، يستفزون الإسلام والمسلمين. نستطيع الانتقاد، لكنه هنا مرفوق بالتهكم. من جهته دعا أمين عام منظمة التعاون الإسلامي في بيان إلى اتخاذ موقف موحد حول العالم ضد التحريض على الكراهية بعد عرض الفيلم المسيء للإسلام ونشر كاريكاتور للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان 30 شخصا قد قتلوا الأسبوع الماضي في بعض العواصم العربية والإسلامية في الاحتجاجات ضد الفيلم الأمريكي المسيء للإسلام.